يعني الفن كتير جميل، كتير حلو، يعني مثل الوردة فيها شوك وهي حلوة. معكم النحات بتصفى الحيط من بلدة جيش قضاء جبال. نحن هلا موجودين بهيدا المتحف، متحفي، وكنت اشتغل بالبناء بالصخر. بلشت بال 91 بالفن. المتحف بيضم حوالي 300 منحوتة، في قسم خارجي وقسم داخلي. بال 2013 ادرج على لائحة المتاحف بلبنان. هيدا كله سوا مني انا، ما في عندي دعم من حدا. يعني هيدا كل الشغل اللي انتم شايفينه هيدا كله بمجهودي الشخصي، يعني ان كان حق الصخر، اذا كان النقليات، اذا كان النقل بالمكانات برا بهول الاعمال الكبيره. المتحف دائما ابوابه مفتوحه بدون اي دخولي باي مقابل، واكيد انا يعني بتشرف بكل الناس اللي بتحب تزورني بالمتحف.